لعن الله عمر للضلع هو الكسر لعن الله للضلع لعنهم. المشكلة لأهل السنة ليست هي المذاهب ذاتها، مشكلة ملخصة في أمرين اثنين. انتبهوا، حصيلة اجتهاد 50 سنة أحدثكم بها، حيتين اثنين، العقبة الكبرى عند أهل السنة سد المانع عن معرفتهم لآل البيت وعن اتباعهم. أولها، أول العقبات، عائشة دفنت أبوها وعمر غصبا وزورا وبهتانا وسرقة في بيت رسول الله. عاوز أعرف الاثنين دول نايمين في بيت النبي عشان إيه؟ بأي سبيل وبأي دليل؟ الإمام الحسين صلوات الله عليه يأتي بأخيه الحسن عشان يدفنه بجوار جده، تمنعه عائشة. ويا ليتها منعته، بس ده منعته وركبت البغلة وطاحت إن هذا عاوزين يغتصبوا مني بيتي. قالوا لها تجملت تبغلت ولو عشت تفيلت، وياريت اقتصرت على ذلك. ضربت جنازة الإمام الحسن بالسهام، هل تعرفون ذلك؟ جنازة الإمام الحسن ضربتها بالسهام، وقالت لا تدخلوا في بيتي من أكرهه. لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق. تكرهين ابن رسول الله سبط النبوة وسيد شباب أهل الجنة قرة عين المصطفى، تكرهينه؟ لا ردك الله. لعن الله عمر للضلع هو الكسر، لعن الله للضلع لعنهم.